أتت بعد كارثة اللي عاشتها الجزائر هذه الأخيرة. مراحل طبية شرعية لازم تقوم بها اللجنة، لازم تكون من عدة متدخلين، من أطباء شرعيين، الشرطة العلمية، المدنية. هي أولا وضع هذا الجهاز في أماكن بتأثير ما تتلفش الجهاز. ثانيا لازم نديروا الجثث اللي نتعرفوا عليها بسهوله، ومن بعد نديروا الجثث التي عندها محروقه وحدها، ونديروا الجثث اللي كان فيها تشوهات كبيره، وعندنا كذلك الاشياء البشريه. هذا كمرحله اولى. من بين التوصيات الهامه اللي نديروها هو مثلا رقمنه كل جثه او كل قطعة بشرية يكون عندها رقم خاص بها. ثالثا نقوم بالفحص الخارجي، وكما نقولوا احنا نتوجو في التكوين تاعنا نقولوا ما لازمش نحولها، نقولوا الحوايج تاعهم نقولوا زوجي برسونال لازم تقعد على الجثة باش يسهل علينا التعرف عليها. نقوم بفحص دقيق للجثة، ونضمن الفحص الخارجي نشوف العلامات الخصوصية، طيب واحد عنده تشويه خلقي، واحد عنده عملية جراحية، واحد عنده حرق طيب قديم، أو عنده وشام. بعد نروحوا كذلك نفسحوا بالدقة الأسنان تاع الشخص هذاك، ومن بعد نقوموا بإجراء عملية الفحص في الأشعة باش نشوفوا أسكن فيها طبعاً ماتيريال بستوس أنت قديم ولا كسر قديم. كل هذه المراحل هذه من أجل ممكننا أن لما المواطنين العائلة تعطينا معلومات فيما يخص الشخص قبل ما يشوفه. المرحلة الرابعة هي أخذ عينات من أنتجة باش نقوموا بتحليل تاع الحمض النووي. هذا الحمد لله في الجزائر عندنا مخابر اللي تنجم تقوم، عندنا جثث ما تشكلناش اشكال نتعرفوا عليها فاتيزمون نعطوها للعائله، وين جثث تكون متفحمه بزاف وما كاش العلامات اللي مجمناش نتعرفوا على العلامات خاصه بها، ما لازم نديروا تاع الحمض النووي باش ما نمدوش العائلة جدا مشي تحت.